بيش شد شان مين من الجنب وبدها على ايه على الوش هي بقى تصرف اهلا اهلا في برنامجكم المفضل يا ترى اللي جرى اليوم حلقه متميزه عن جميع حلقتنا السابقه فاليوم معنا حاله انسانيه تستحق التعاطف وتستحق الشفقه والرحمه شفقه ولن اطول كثيرا في هذا الموضوع ولندخل لقلب الحدث تفضل تفضل لماذا تقوم يا كابتن بضرب الحسين هذه الزهره المتفتحه هذا الملاك البريء انه طير من طيور الجنه انه طير. زهر من زهور الجنه انه زهره لماذا تقوم بفعل هذا الشيء البشع شنو وحش انا وحش لا حلو والله انت استنى استنى تعالى تعالى بصي الفكره مش ان انا بضربه ضرب بشع هو بقى مبسوط وبنضرب لا 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 إنه يعترف بالحقيقة إنك كاذب إنه كاذب في عين الحقيقة أنا آسف كمل حقكوا علي وبعدما ما سمعنا قول الكابتن سنقوم باستضافة أحد أفراد الفريق ما رأيك يا إسراء في قول الكابتن حسن عن الحسين؟ قولي قولي أنا شايفة هو بارد والله هو بارد يستاهل ولا لا؟ يستاهل يستاهل مع إحنا مع الكابتن هذه الزهرة المتفتحة خايفة منه هذا الطير من طيور الجنة والله والله أنت واخدة في نفسك مقلب أقسم بالله وبعدما ما سمعنا رأي إسراء أحد أفراد الفريق سوف نستمع للرأي الآخر ونقول مرحبا صليت على النبي انا لا مع الراجل ده ولا مع الراجل ده جيت من الحق انا اقول لكم الحق الراجل ده الراجل ده كل يوم بيجيب عقاب السجاير ويحطها في قفاه هو ايه ده انا بعمل الكلام ده خلي بالكم خلي بالكم هناك حقيقه بقى الفاتحه هروح اروح له بصوا بسم الله انا مع الراجل ده ولا مع الراجل ده بس الراجل ده مظلوم وبعدما سمعنا رأي من أحد أفراد الفريق زميلة إسراء روان سنستمع للرأي الآخر لماذا تكرهون الحسين لهذه الدرجة وتقومون بضربه وتعذيبه حضرتك إحنا ما بنكرهش حد إحنا متعودين دايما على فينا صفاء صفاء وفي بياض يا ابني شكلنا وحش قدام الناس دي ليه موقف معايا انا ما انساهوش معلش انت جايب 3 متر سلك تايواني قطعه لي بالقطر انا ما انساهاش كان عندي صلاه فرح يعني يستحق الضرب ولا لا يستحق الضرب بس معلش ده تايواني يا جماعه انا جايبه مخيم انا جايبه مستورد انت ليه كده يقطعه ده ما مش موجود هنا اصلا ده مهدد بالانقراض انا مش وبعدما سمعنا راي صلاح شعرت بانني بدات اقتنع ولنذهب للراي الاخر حسين حقا شخصية باردة ولا تكذب لأننا كلنا نعرف أنك صديقه منذ الطفولة والله أنا ما عملت حاجة أنت عايزة تسجنيني لا 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 تخاف إنني آخذ رأيك على محمل الجد أنا وحسين إخواتي اللي بتقال عنها إشعاعات أوعى أوعى شكلنا كده قدام الكاميرا حاجة وحشة خالص بص يا حاج بص يا أستاذة بص يا بتاعة التلفزيون نعم. إحنا هنا أسرة مع عجينة الضرب عندنا مباح والناس كلها حتى حابه موضوع الضرب ده حتى اساليهم لا اسالي بص بقى من الاخر كده من على البلدي كده انا اصلا مش اعلاميه انا جاي عشان كنت اجيب حق المغفل ده بس هو صدمني وكلكم بتكرهوه انا كرهتك اسيب المكان وامشي ولا اسيب الدنيا كلها وامشي واضرب نفسي بالرصاص وارتاح منكم بس ابقى ميت كافر امشي بقى جبت نفس الكلام